Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل عام وحضراتكم بخير ويا رب تكونوا بصحة جيدة، ويا رب يعدي موجة الأمطار والرياح ده على خير وتكون خسائر على المزارعين بأقل الخسائر. إن شاء الله هنتكلم في موضوع النهاردة عن محصول مهم وعائد اقتصادي كبير جدا، وهو محصول الفاصوليا. إمتى بتزرع محصول الفاصوليا؟ وإيه الوقت المناسب عشان تزرعه وتحقق منه أعلى ربح وأعلى إيرادات؟ وإيه الوقت اللي تزرعه عشان ما تكلفش عليه كتير؟ وإزاي تتعامل مع التربة ومع النبات بطريقة صحيحة عشان تخلي النبات عندك يديلك أعلى إنتاج وأعلى محصول؟ كل ده هنتكلم عليه في الفيديو إن شاء الله. كمل الفيديو للآخر وما تنساش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس في القناة ليصلك كل جديد. محصول الفاصوليا من المحاصيل البقولية المهمة جدا جدا زراعتها في مصر والوطن العربي. محصول غذائي مهم جدا بيكون استخدامه بشكل يوميا في البيوت. المحصول ده ذات عائد اقتصادي عالي. المحصول ده الانتاج بتاعه أو الكمية الناتج بتاعه بتديري سعر كويس أو بيغطي الربح أو بيغطي التكاليف اللي اتكلفتها عليه، عشان سعر الفاصوليا عادة بيكون غالي في السوق، وبالتالي هو من المحاصيل المهمة جدا اللي بيحقق أعلى ربح للسادة المزارعون. والمحصول ده يعتبر من المحاصيل المحببة زراعتها للسادة المزارعين. أغلب السادة المزارعين بيحبوا يزرعوا الفاصوليا، وخاصة في العروة الصيفي. الفاصوليا بتتزرع في عروتين، العروة الصيفي والعروة الشتوي أو الخريفي. العروة الصيفي ده بتكون في شهر 2 و3، اللي في الوقت اللي احنا فيه ده الناس اللي هتزرع فاصوليا بتبدأ تحضر عشان زراعة الفاصوليا. وفي ميعاد تاني هو في شهر 8 وشهر 9. العروة الشتوي بتكون تكاليفها عالية عشان بيكون في الشتاء، وعشان بتبدأ ترش مبيدات فطرية كتير، وبالتالي التكلفة بتزيد، والمحصول من العروة الشتوي بيكون قليل وما بيغطيش التكاليف. وبالتالي زراعة الفاصوليا في العروة الصيفي شهر 2 وشهر 3 هي أفضل وأقل توفيرا من العروة الشتوي. البذور قبل ما تبدأ تزرع، أول حاجة هتبدأ تجهز التربة عندك، هتبدأ تحرق التربة عندك مرتين أو 3 مرات، وتسيب أو تعرض التربة لأشعة الشمس أسبوع على الأقل، لأشعة الشمس المباشر عشان تنظف البذور الحشائش من النبات السابق أو الزراعة السابقة، وتبدأ تجهز وتحرث الأرض عندك، وتبدأ تنزل خدمتك اللي هي عبارة عن من 15 ل 20 متر مكعب سماد سبلة حمام أو دواجن، مع 50 كيلو كبريت زراعي، مع 300 كيلو سلفات نشادر، مع 100 كيلو سلفات بوتاسيوم، مع 200 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم. هتبدأ تخلط الخلطة دي كلها مع بعض في البداية، وتبدأ تعمل تحرق المصاطب على عرض 75 سنتي، وهتوزع خدمتك بين المصاطب، وهتروي عليها راية غزيرة عشان تبدأ تتحلل. لما تروي راية غزيرة على الخدمة دي، تروي لمدة يوم أو 2 متواصل، وتسيبها لمدة 2 أو 3 قبل الزراعة، تبدأ الخدمة تتحلل في التربة، وتبدأ التربة عندك تزيد بالعناصر الغذائية، وتبدأ التربة تنضف من الآثار المحصول السابق من فطريات وبكتيريا وبذور حشائش. ده بالنسبة لبداية الخدمة. بعد ما خلصت الخدمة عندك، هتبدأ تجيب البذور بتاعتك. الأول هتبدأ تعالج البذور بمبيد فطري. هتبدأ تضع على البذور دي مبيد فطري زي الريزوليكس أو التوبسين أو المكسين. دي مبيدات فطرية بتبدأ بتشتغل على البذور. بتبدأ تطهر بذورك الأول قبل ما تزرعها. هتخلي البذور عندك مندية فيها كمية رطوبة، أو هتبلها بمية بمعنى صح، وبعدين تحط على البذور المبيد الفطري اللي عندك، سواء سيرم أو توبسين أو ماكسيم، بمعدل 2 جرام لكل كيلو بذرة. هتبدأ تسيبهم يوم أو 2
لحد ما تبدأ البذور عندك تتطهر وتتعقم، وتبدأ عندك تزرع في المساطب اللي عرضها 75 سنتي بين كل نبات ونبات من 25 لـ30 سنتيمتر مكعب، وكمية التهاوي أو كمية البذور للفدان على حسب كل صنف. في أصناف بتبقى وزنها تقيل وبالتالي بتاخد كمية قليلة، يبقى كمية البذور دي بتبقى على حسب كل صنف ونوع من البذور. دي بالنسبة لزراعة الفاصوليا. هتبدأ تزرع الفاصوليا وخططتها عندك. في البداية هتهتم بعنصر الفوسفور وهتهتم بمنشطات الجذور، يعني هتزرع بعد ما تزرع هتروي عندك الفاصوليا وتسيبها، أو مش هتروي ري المحياة لحد ما تسيبها براحتها للظهور فوق سطح التربة. الفاصوليا من النباتات الحساسة للملوحة، مش عاوزة تتزرع في أراضي نسبة الملوحة فيها تتعدى من 600 ل 80 ل 800 بي بي ام أو جزء في المليون. ما تكونش نسبة الملوحة عالية عشان الفاصوليا من النباتات التي لا تتحمل الملوحة، وأيضا الفاصوليا من النباتات حساسة للمية، يعني أول راية بعد ما تزرع سيبها على قد ما تقدر. طول ما الأرض مستحملة العطش سيبها، وما ترويش راية المحياة اللي هي أول راية بعد ما النبات يظهر في سطح التربة غير بعد من 30 ل 40 يوم. وهتبدأ تنشط عندك الجذور بمنشطات جذور وتعلي نسبة الفوسفور لحد ما يبدأ يتكون عندك مجموع خضر، هتشتغل بنترات النشادر أو النيتروجين أو التسعتاشرات أو العشرينات مع شغل الطحالب والأحماض الأمينية، هيبدأ عندك يتكون نمو خضري كويس في حوالي 40 لـ45 أو 50 يوم. هتبدأ بعد كده عندك مرحلة التزهير، النبات هيخش في مرحلة التزهير. هتبدأ عندك تهتم برش عنصري الكالسيوم بورون و البورون والبنيام عشان تمام تلقيح الأزهار ويكون عندك نسبة أزهار على أعلى نتيجة. في عندي مخلوط السوبر فوسفات الكالسيوم، المخلوط ده مهم جدا في محاصيل البقوليات زي البسلة والفاصوليا والفول وهكذا. هجيب عندك 6 كيلو سوبر فوسفات كالسيوم، النقطة دي مهمة جدا جدا وما فيش حد يعرفها. هتجيب 6 كيلو سوبر فوسفات كالسيوم وهتبدأ تنقعه، هتنقع 6 كيلو سوبر فوسفات كالسيوم في مية لمدة 2 أو 3 يوم. تاني يوم هتاخد المنقوع الصافي بتاعها، الصافي بتاع النقعة ديت، وتضيفهم على 300 لتر مية وترش الفاصوليا بيهم 2 أو 3، المرة الأولى عند بداية التزهير، المرة التانية بعد تمام العقد، والمرة التالتة لما النبات يصفر وتبدأ القرون تتحجم. المنقوع ده هيساعد الفاصوليا على إن هي تبقى حجمها كبير وناصعة البياض. ده بالنسبة لمنقوع السوبر فوسفات الكالسيوم. نبات الفاصوليا بعد كده يتم عقده، وبعد كده تستخدم البوتاسيوم زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن التحجيم والسيتوكاينين، وهتهتم بنبات الفاصوليا للآخر. بعد كده هنتكلم عن أهم الأمراض اللي بتصيب نبات الفاصوليا من بداية الزراعة لحد الحصاد. أول حاجة أمراض المجموع الجذري، أمراض الزبول وأمراض أعفان الجذور. الأمراض دي نتيجة الزبول، ناتج عن فطر الفيتوفسرا وفطر الريزوكتونيا سولاني. الفطريات دي بتسبب أعفان وزبول للنبات نتيجة زيادة الرطوبة حوالين المية أو نتيجة التسميد بالسماد الأزوتي. دي كلها أسباب بتخلي عندي فطريات التربة بتنشط وبتشتغل وبتعمل أعفان وزبول في النبات. بيكون الجدر عبارة عن لون بني بيتقطع بسهولة، في عفن بني في الجذور، وده بيظهر على المجموع الخضر باصفرار وسقوط الأوراق وزبول النبات بالكامل، وبالتالي ده بيسبب خسائر كبيرة على المحصول. هيتم مكافحة الأعفان والزبول بأن أنا هتسحب أعفان أو سحبات أعفان مبيدات قوية زي التوبسين والريدوميل جولد بلس والأمستار توب و أمراض أو مبيدات الأعفان الشهيرة المعروفة زي فوستيل الألمونيوم. دي كلها من المبيدات المهمة في مكافحة أعفان الجذور والزبور في النبات. تاني مرض عندي من أمراض اللي بتصيب نبات الفاصوليا وهو تبقع الإنسراكنوز. تبقع الإنسراكنوز ده عبارة عن بقع صغيرة بتكون على الساق ذات لون أحمر، لونها بيكون أحمر كده على الساق، بقع دوائر كده صغيرة على بتظهر على الساق وعلى الأوراق وعلى القرون زي ما باين في الصورة قدام حضراتكم. بتكون بقع بتسبب
للنبات خسائر كبيرة من حيث النبات في المجموع الخضري، وأيضا النبات لو لما يكون في مرحلة الإثمار ومرحلة تكوين القرون بتكون القرون عليها بقع بنية، ده تبقع الإنثراكنوز بيسبب أيضا خسائر كبيرة للمزارعين. هيتم مكافحة التبقع بمبيد أو إحدى مبيدات التريازول زي البروبيكونازول أو التتراكونازول أو الدايفينوكونازول، ده بالنسبة للإنثراكنوز. تالت مرض عندي وهو مرض الصدأ. مرض الصدأ من أشهر الأمراض اللي بتصيب نبات الفاصوليا. مرض الصدأ زي ما باين في الصورة بيكون عبارة عن لون بني محمر يشبه برادة أو صدأ برادة الحديد، عشان كده اسمه الصدأ. ده بيكون بيجي على الأوراق في أسفل الأوراق، بيسبب أيضا خسائر على المحصول من النبات، وهو من الأمراض الفطرية الخطيرة على محصول الفاصوليا. بيتم أيضا مكافحة الصدأ بمركبات في البداية بالكبريت الميكروني عشان الوقاية من الأصداء. بعد كده عند اشتداد الإصابة هرش مبيدات البروبيكونازول أو الدايفينوكونازول أيضا مع مركبات سيفونات مصايل أو النحاس. بعد كده الأمراض الفيروسية اللي بتصيب نبات الفاصوليا، عندي مرضين من الأمراض الفيروسية، مرض المزيق العادي في الفاصوليا والمزيق الأصفر. زي ما باين كده عن النبات بيكون فيه كرمشة وفي التواء في الأوراق، ده نتيجة للإصابة بالفيروس. الإصابة بالفيروس زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديوهات كتير إن الفيروس ملوش علاج، ولكن أنت بتكافح الحشرات الصاقبة الماصة اللي بتقوم بنقل الأمراض الفيروسية من نبات لآخر. يعني أنت بتكافح المنة أو الذبابة البيضاء في بداية تكوين المجموع الخضري عشان بتحد أو بتمنع انتشار الأمراض الفيروسية بين النباتات وبين باقي الأرض عندك. بتمنع الامراض الفيروسيه بان انا هرش الاسيتامبرايد او الاميدا كلوبرايد مع اللمبادا سيهالوسرين او الدلتا مسرين للحشرات الصاقبه الماصه، ده بالنسبه للامراض الفيروسيه. المرض اللي بعد كده بيصيب نبات الفاصوليا وهو الحفار والدوده القارضه. الحفار والدوده القارضه زي ما اتكلمنا عليهم قبل كده من اخطر الحشرات اللي بتقضي على اي نبات. الدوده القارضه والحفار زي ما قلنا مكافحتهم صعبه لأنهم بيتغذوا على أجزاء النبات، بيقوموا بقرض أو بأكل أو التغذية على أجزاء النبات زي الأوراق والساق والثمار، وبتسبب تلف كبير جدا في النبات وفي المجموع الخضري والمجموع الثمري، وبالتالي بتقل المكسب أو بيقل الربح لو عندك إصابة جديدة بالحفار أو الدودة القارضة. هيتم مكافحتهم بمركبات الفسفور العضوي زي الدايزينون أو الدايمسويد أو الكلوروبيرافوس أو البروفينوفوس، رش أو سحب في مياه التنقيط، أو زي ما قلنا قبل كده عمل طعم السام اللي هو بيجيب 15 كيلو ذرة مجروس أو رز مجروش وأضيف عليهم كيلو عسل أسود على لتر كلوروبيرافوس أو دايزينون، وهتخلطهم ببعض وتفردهم بين أو تسرسبهم بين الخطوط. هيطلع الحفار والدودة القارضة ليلا هيتغذى على الطعم السام وبالتالي هيموت. دي كيفية مكافحة الحفار والدودة القارضة. آخر مرض عندي وهو من أمراض الحشرية اللي بتصيب نبات الفاصوليا، وده يعتبر أشهر حشرة بتصيب نباتات الفاصوليا، وهي صناعات الأنفاق أو ذبابة الفاصوليا. الاتنين بيشبهوا بعض، صناعات أو دودة صناعات الأنفاق وذبابة الفاصوليا، نفس الأعراض، بتكون عبارة عن أنفاق في الورقة اليرقة بتاعت الحشرة بتمتص الأوراق وبالتالي بتعمل فيها أنفاق. لو بصيت كده على الورقة هتلاقي أنفاق زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة، دي بنسميها ذبابة الفاصوليا وبتشبه دودة صناعات الأنفاق، وده بيتم رشها بال مبيدات الافرومكتين زي الابامكتين مع الزيت او اي مادة حشري مع الزيت الصيفي او الشتوي، هيتم مكافحة ذبابة الفاصوليا. ده باختصار كل الامراض الفطرية والحشرية اللي بتصيب نبات الفاصوليا وازاي تقدر تكافح الامراض دي وايه هي طريقة زراعة الفاصوليا وخدمة التربة وكل ما يخص نبات الفاصوليا. وبكده يكون انتهى موضوع حلقة النهاردة، واتمنى يكون الفيديو مفيد. ما تنساش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.